في الحقيقه البيولوجيكال سيفتي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم كلنا ناخدها في اعتبارنا واحنا بنتعامل مع الميديكال ديفايسز. يعني بيسكلي النيو تكنولوجيز طبعا اللي بتضاف للطب الحقيقه، يعني طبعا هي بتضيف كتير قوي بالنسبه للتشخيص وبالنسبه للعلاج، بس المشكله انها بتاد ريسكس. يعني بمعنى ان احنا ممكن نلاقي ان تقريبا في الاحصائيات ممكن نلاقي 50% من العدوى اللي بتنتشر داخل المستشفيات بتبقى fully or partly associated مع medical devices. يعني بمعنى ان احنا يعني لازم ناخد الموضوع ده بجديه، لان طبعا في غايه الاهميه ان احنا نحاول نقلل الانفكشنز اللي بتحصل في المستشفيات ونقلل الانتقال بتاع العدوى او الترانسميشن اوف انفكشس ايجنتس عموما. يعني فبدايه كده الناتشرال ديفنس ميكانيزمز موجوده عند الانسان هي بتتمثل في حاجتين، السكين اللي هو الجلد والميوكس ميمبرينز اللي هي موجوده بتعمل لايننج مثلا للانف وللحاجات اللي هي القصبه الهوائيه والحاجات اللي زي كده. هي بيسكلي الحاجات دي بتاكت از ميكانيكال باريرز، يعني لما بتكون سليمه لما تكون انتاكت بتمنع المايكرو اورجانيزمز فروم بينتريتنج انتو ذا بوديز. اوكي، يعني بمعنى ان هي طالما ان هي سليمه ما بيبقاش فيها اي مشكله. لو احنا حصل عندنا اي دامج للسكين او الميوكس ميمبرينز لاي سبب من الاسباب، ده عاده بيبقى يعني مصاحب بانكريزد ريسك اوف انفكشن. يعني على سبيل المثال لما حد بينجرح لازم ان هو يطهر الجرح عشان بيبقى عارف ان هو لو سابه من غير تطهير ممكن يبقى في احتمال ان هو ياخد انفكشن في مكان الجرح. ده كده احنا بنتكلم على حاله حصل فيها دامج للسكين وبالتالي اضافت للاحتماليات بتاعه حدوث عدوى في مكان اللي حصل فيه البريكنج. الترانسميشن بتاع الانفكشن بيتم على 3 مراحل، اول مرحله بنسميها كونتامينيشن، ثاني مرحله بنسميها كولونايزيشن، ثالث مرحله بنسميها انفكشن. اول مرحله هي كونتامينيشن، ان دلوقتي بيحصل انتقال للانفكشس ايجنت من السورس بتاعها للشخص المصاب. يعني بمعنى ان هو مثلا ممكن واحد يتعرض لعدوى معينه يبقى جنب مريض مثلا معدي، او مثلا تعرض لميديكال ديفايس كان فيها عدوى معينه حصل منها انتقال للمايكرو اورجانيزمز او للجراثيم دي انتقلت بقت على جلده مثلا او استنشقها. بعد كده بيحصل كولونايزيشن، يعني يبتدي الانفكشس ايجنتس دي تبتدي تتكاثر، وبعد كده تبتدي تدخل بعد كده في مرحله انفكشن، تبتدي بعد كده تفرز بعض اللي هي الانفكشس ايجنتس، ودي بعد كده بتعمل فول بلون بقى يعني الاعراض بتاعت المرض تبتدي تظهر لغايه المرحله الاولانيه. دي مرحلتين الاولانيين دول بنتكلم على شخص ان هو ناقل للمرض، وانس ان حصل انفكشن خلاص بقى الشخص بقى مريض. فطبعا احنا في كل الاحوال عايزين نمنع الميكانيزم اوف ترانسميشن ده من البدايه، مش عايزين يحصل اصلا كونتامينيشن. فدي ده الهدف الاساسي لحاجه بنسميها الهايجين ميجرز اللي بتبقى يعني عاده الناس بتتبناها في المستشفيات او في التعامل مع الميديكال ديفايسز ان جنرال. لو حبينا نتكلم على كنترول ترانسميشن اوف انفكشنز ممكن نبتدي نصنف الترانسميشن ده ان هو يا اما اير بورن يا اما دروبلت بينتقل عن طريق الرذاذ، او لازم يبقى في كونتاكت في دايركت كونتاكت. فبالنسبه للاير بورن بيبقى المايكرو اورجانيزم نفسه بيبقى حجمه صغير جدا اقل من 5 مايكرون، والحقيقه ممكن ان هو يعني يتحرك الحقيقه في فترات ممكن تكون طويله يعني، وعامه ممكن ان هو يعني ممكن يبقى حركته اسرع شويه من الميكروبات الثانيه. فالحقيقه طبعا في امثله كثيره الامراض فيها الكلام ده، وبنتكلم على البروتكتيف ميجرز اللي نقدر ان احنا نعملها ان احنا نايزوليت البيشنت في سنجل روم، يعني الشخص اللي عنده المرض اللي هو بينتقل بايربورن ترانسميشن يبقى في سنجل روم. بنتكلم على يعني ما يبقاش حد معاه طبعا. بنتكلم على ريسبيراتوري بروتكشن، يعني الشخص اللي بيتعامل معاه لازم يحط يعني ماسك عشان يتنفس من خلاله عشان ما يبقاش فيه اي مشكله، ما يبقاش فيه مشكله للترانسميشن. والحقيقه في بعض الحالات زي الميزل زي الفاريسيلا زي حاجه ميزل مثلا زي الحصبه او الحاجات اللي زي كده، بنتكلم على الاشخاص اللي هم ما هماش اخذوا المرض ده قبل كده ما يستحسنش ان هم يدخلوا الغرفه اللي فيها المريض بتاع المرض ده. فالحقيقه لازم نحاول نمنع ان يبقى فيه اي تشانس ان يحصل انتقال المرض بالشكل ده. فهنا بيسكلي بنتكلم على ايزوليشن للبيشنت، بنبعد عنه الناس اللي ما خدوش العدوى قبل كده عشان ما يبقوش محصنين ضد المرض ده، وبنلبس ريسبيراتوري بروتكشن لما ندخل الغرفه اللي فيها الشخص ده.
النوع الثاني اللي هو دروبلت ترانسميشن، هو مثلا ممكن ينتقل عن طريق الرذاذ، مثلا واحد بيكح واحد بيعطس حاجات بالشكل ده كده. المايكرو اورجانيزمز بقى حجمها اكبر شويه، فما تقدرش تنتقل عن طريق الهواء. طبعا هي بتنتقل عن طريق الهواء بالديفيوجن، زي الديفيوجن في اي حاجه، زي يعني الديفيوجن اللي بيستعمل في حاجات كتيره. هي برضه نفس الفكره هنا برضه موجوده، بس هنا طبعا عشان حجم كبير فبيبقى الانتقال بيبقى بطيء جدا. ففكره ان هو يبقى موجود في الرذاذ وينتقل بالرذاذ، ان هو ينتقل معاه بسرعته بالمسافه اللي هو بيوصل لها، فممكن توصله لمدى ابعد شويه. وده مثلا على سبيل المثال مثلا انفلونزا فيروس مثلا. اوكي، فبنتكلم مثلا على ان الحل في حاجه زي كده يبقى البيشنت حط في سنجل روم. ممكن يبقى فيه كوهورت ايزوليشن، لو احنا مثلا كنا عايزين نعمل يعني غرفه فيها كذا حد يبقى كلهم نفس المرض، ما يبقاش فيه اختلاف، ما يبقاش فيه اختلاف في امراض مختلفه. وبنحاول دايما نخلي 1 متر between infectious patients and other patients، يعني بمعنى لازم يبقى في مسافه 1 متر نحافظ عليها، علشان هي دي اللي بتمنع الدروبلتس انها توصل للبيشنت الثاني. فمعنى كده لو ما وصلتلوش الدروبلت يبقى معنى كده مش هيوصل له المرض. فاحنا بنحاول نحط مسافه، والمسافه دي بتبقى يعني 1 متر بتبقى كافيه جدا. لو في حد محتاج ان هو يقرب من البيشنت، فرضا مثلا هيئه التمريض او وات ايفر محتاجين يقربوا من البيشنت اقل من متر، لازم يبقى في ماوث اند نوز بروتكشن، لازم يبقى في كفر للفم والانف، علشان تمنع الرذاذ ده ان هو ينتقل لداخل الجسم عن طريق ان هو يباي باس الجزء اللي فيه السكين او الجزء اللي فيه الميوكس ميمبرين. فبيسكلي هي دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها بالنسبه للدروبلت ترانسميشن. النوع الثالث هو الكونتاكت ترانسميشن، ده لازم يبقى فيه دايركت كونتاكت، يعني بمعنى تاتشنج، لازم يبقى فيه تاتشنج. او مثلا ممكن يبقى اندايركت، معناها انه ممكن يبقى مثلا البيشنت مثلا يعني تم استعمال مثلا اداه جراحيه او اداه يعني ميديكال ديفايس معينه عليه، وبعد كده تم استعمالها على مريض اخر ما عندوش المرض دوت، فممكن تنتقل من خلال البيشنت من بيشنت لبيشنت لشخص عادي، او من خلال البيشنت لميديكال ديفايس، والميديكال ديفايس ده تنتقل للشخص الثاني. فطبعا في يعني امراض كثيره ممكن انها تنتقل بالشكل ده طبعا، وامراض كلها خطيره الحقيقه. فهنا برضو البروتكتيف ميجرز ان احنا نحط البيشنتس برضو يا اما سنجل روم يا اما كوهورت ايزوليشن، يبقى برضو المرضى اللي ليهم نفس المرض بيبقوا كلهم في نفس المكان، ما يبقاش في حد تاني يعني مرض مختلف معاهم. هنا بقى بنحتاج جلوفز اند جاونز، يعني بنحتاج ان احنا نلبس يعني ادوات او لبس واقي، بحيث ان احنا يعني ما يبقاش في فرصه للتاتشنج، ما يبقاش في فرصه لدايركت كونتاكت او اندايركت كونتاكت. فبيسكلي جلافز والجاونز بيبقوا في الحاله دي الحقيقه بيبقوا مهمين جدا. وبعد كده من الحاجات المهمه برضو اللي احنا بعض الناس ما تاخدش بالها منها، ان هي حتى لو واحد لابس جلافز، الجلافز ما بتبقاش 100% يعني سكيور، فلازم بعد ما بنخلص لو في حد عمل مثلا شغل في حته فيها مريض من الامراض اللي هي بتنتقل بالكونتاكت، يبقى لازم بعد ما يشيل الجلافز لازم يعمل ديس انفكشن للهاندز، يعني يجيب ديس انفكتنت ويعمل بي ديس انفكشن للهاندز عشان يتاكد 100% ان ما حصلش اي يعني كونتاكت، او حصلش اي ما كانش في اي ليكج مثلا من خلال الجلافز او كده تنتقل المرض ليه. فده كده النوع الثالث اللي هو فيه الكونتاكت ترانسميشن، وهو الحقيقه نوع من اخطر الانواع ولازم ناخد بالنا منه كويس جدا. عموما في الميكروبيال كنترول في مجموعه ترمينولوجيز كده لازم الحقيقه نفرق بينها، علشان بعض الاحيان بتبقى كونفيوز مع بعض. يعني لما نيجي نتكلم على الستيريلايزيشن او الترمينولوجي دي اهم واحده الحقيقه، انت بنتكلم هنا الحقيقه على destruction or removal of all forms of microbial life، يعني بمعنى ان احنا بنشيل كل انواع الجراثيم اللي موجوده. يعني الحاجه لما تكون ستيريلايزد يبقى معنى كده بنتكلم ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الجراثيم نهائيا. بنتكلم على ان هي عاده بتتعمل بستيم اندر بريشر او ستيريلايزنج جاسز لايك الايثيلين اوكسايد، هنتكلم على الحاجات دي بعد شويه. في الحقيقه في انواع معينه هي اللي تقدر توصل للدرجه العاليه جدا جدا من التعقيم دي. في عندنا حاجه فيها ستيريلايزيشن برضو، بس قبليها كلمه كوميرشال. كوميرشال ستيريلايزيشن مختلفه تماما. كوميرشال ستيريلايزيشن بنتكلم ان احنا في الحاله دي احنا بنتكلم على يعني سفيشنت هيت تريتمنت علشان نقتل بعض انواع الميكروبات اللي هي بتبقى موجوده مثلا في الاغذيه المعلبه. فبنتكلم ان دي يعني ايه، بنتكلم على حاجه بتستعمل في الصناعه، صناعه الاغذيه بالذات، علشان تقلل او تقضي على الميكروبات اللي هي ممكن يبقى لها خطوره
في الاغذيه اللي هي محطوطه في علب يعني او كده او محفوظه. اوكي، فدي ما هياش كل حاجه بيتم ان هي تتشال، لا ده هي معموله او هي مخصصه للاكل للمأكولات او الحاجات اللي هي الحاجات المعلبه عموما، وما هياش زي الحاجه بتاعت الاستراليزيشن. يعني الحاجه اللي معمول لها كوميرشال استراليزيشن ما اقولش ان هي استراليزيشن وخلاص، لا ده فيها برضو ستيل بعض انواع الميكروبات ممكن تكون موجوده. بالنسبه للديس انفكشن اقل شويه، ديستراكشن اوف نوع معين من الميكروبات بنسميه الفيجيتيتيف باثوجنز، وده عاده بيتعمل على انانيمت اوبجكتس اللي هي الحاجات اللي هي بنعمل ديس انفكشن مثلا لتول او ديس انفكشن ممكن نقول على الهاندز برضو لبعض الاحيان ممكن نعمل كده، بس عاده لما بنعمل كده بنعملها بنسميها ساعات الترمينولوجي بتاعها بيتسمى انتي سبسس. اوكي، يعني دي يعني تجاوزها ممكن ناس تقول ديس انفكشن وانتي سبسس، ممكن يعني بدل ما يقولوا انتي سبسس يقولوا ديس انفكشن، بس عامه هما الاثنين بيقتلوا نوع معين من انواع الجراثيم اللي هي منتشره وممكن هي تبقى يعني تبقى اهم انواع الجراثيم اللي ممكن احنا نقضي عليها في الحاجات اللي هي بتنتقل عن طريق الكونتاكت. فبيسكلي هنا ممكن نستعمل في نوعين بنسميهم فيزيكال وكيميكال ميثودز، والحقيقه بنتكلم على ان ممكن طبعا في الانتي سبسس بالذات طبعا صعب الفيزيكال بيبقى عاده حراره، فلو احنا بنتكلم على حاجه على يعني ابلايد على الليفنج تيشو صعب قوي ان احنا نحط عليها حراره، فدايما بتكون كيميكال. فالكيميكال مثلا زي بنتكلم على انواع مثلا زي الكحول، مثلا زي مثلا الايودين، زي مثلا الفورمالديهايد، حاجات بالشكل ده كده ممكن تستعمل في الابلكيشنز زي كده. في نوع غير كده اقل شويه اسمه دي جيرمنج. دي جيرمنج بنشيل الميكروبس فروم ليميتد اريا such as skin around an injection site. يعني مثلا احنا دلوقتي لما بنيجي ناخد انجكشن، ناخد حقنه مثلا، ناخد سيرنج مثلا عايز نحطها في الجسم، في ابره بتدخل عشان تعمل انجكشن، مكان الابره بيتم تطهيره، بس تطهيره ده بيتسمى دي جيرمنج ما بيتسماش ديس انفكشن. يعني احنا لما بنجيب الالكول سواب، يعني نجيب اي مثلا ممكن نعملها بميه وصابون او ممكن نعملها بالكول سواب، بنمسح كده وبعد كده بندي الحقنه في المكان اللي احنا مسحناه. الحقيقه بنتكلم على الحاجه اللي بتحصل دي ما هياش كيميكال ديس انفكشن، ما هياش كده للاسف. هي اللي بيحصل ميكانيكالي، بنعمل ميكانيكالي ريموفينج الحاجه اللي موجوده، الميكروبات اللي موجوده دي بالحركه اللي احنا بنعملها بالسواب. فهي موستلي ميكانيكال ريموفر، يعني هي فيها جزء كيميكال ميثود، يعني بنستعمل حاجه مطهره، بس اكشولي اللي بيشيل الميكروبات هي ميكانيكال ريموفال، بان احنا نحرك اللي هو الالكول سوكت سواب دي يعني على المكان بتاع الانجكشن. اخر حاجه خالص اللي هي سانيتايزيشن، بنتكلم على التريتمنت اللي هو intended to lower microbial count on eating and drinking utensils to save public health levels. يعني بتكلم دلوقتي ان احنا فرضا في المستشفيات مثلا الاطباق والكوبايات اللي بتستعمل في المأكولات الاكل بتاع المرضى دي لازم يتعمل لها sanitization، بمعنى ان احنا بنعمل لها تعريض درجه حراره عاليه، مش عاليه قوي طبعا للدرجه بتاعه الستيريلايزيشن، ونحط لها كيميكال ديس انفكتنت بحيث ان في الاخر يبقى الميكروبيال كاونت يبقى لو انف عشان ما يعملش اي يعني اي امراض للناس اللي بتستعملها يعني. فدي تبقى اقل حاجه الحقيقه. فبنتكلم على كلمه ستيريلايزيشن دي اعلى حاجه خالص اللي هي فيها كل انواع بتبقى اتشالت. سانيتايزيشن بتبقى اقل حاجه، بيبقى مجرد بس قللنا الميكروبيال كاونت عشان نقلل الاحتماليات بتاعت انتقال الامراض من خلال اليوتنسلز والحاجات اللي بالشكل. لو بنتكلم على الافكتيفنس فاكتورز بتاع الانتي مايكروبيال تريتمنت، احنا بنتكلم عامه على الانواع العامه بتاعت الحاجات اللي زي كده. ممكن مثلا يبقى في يعني بنحاول نقلل الميكروبيال كاونت بالحراره، بان احنا نحط كيميكال ايجنت، حاجات بالشكل ده كده. الحقيقه لازم نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل لما بنعمل حاجه زي كده. لما بنعمل تريتمنت باستعمال انتي مايكروبيال فاكتور لازم نفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط فيها. هو بيسكلي يعني اللي بيحصل ان هم يعني يوجوالي لما بنحط مثلا واحد من الايجنتس دي او بنعمل هيتنج او وات ايفر، الميكروبس اكشوالي بتموت ات ا كونستنت ريت. ات ا كونستنت ريت معناها ايه؟ معناها ان انا لو فرضا في دقيقه قللت 10%، يعني مثلا كان في مليون، بعد الدقيقه او مثلا قللنا مثلا يعني كان في مليون مات منهم 900,000، فاضل يعني بيسكلي فاضل 10% اللي كانوا موجودين، يبقى معنى كده
اللي فاضل بعد كمان دقيقة هيبقى 10% اللي كان موجود، يعني كل دقيقة 10% بيفضل، يعني اللي بيفضل عندي 10%. يعني النقطة بقى إن هي ما هياش زي ما إحنا متخيلين كده، إن أنا دلوقتي لو قعدت مثلا دقيقة علشان أموت 600,000 يبقى معنى كده لو دقيقتين يبقى أكيد موت المليون كلهم، لا ما هياش كده، هي بتموت بكونسنت ريت، معناها كل دقيقة أو كل وحدة وقت بيموت نسبة معينة والنسبة الفاضلة دي بتفضل. يعني بمعنى لما بقول مثلا 90% بيموت، يبقى معنى كده لو حطيت كمان دقيقة يبقى 90% من اللي فاضل بيموت، واللي حطيت كمان دقيقة يبقى 90% من ال 90% من ال 90% بيموت، وهكذا. يعني بمعنى ان احنا زي ما احنا شايفين كده، بعد دقيقة بيبقى 100,000 فاضل، بعد كمان دقيقة 10,000، بعد كمان دقيقة 1,000، بعد كمان دقيقة 100، بعد كمان دقيقة 10، وهكذا. فبنتكلم على حاجة بالشكل ده كده. الكلام ده الحقيقة لو احنا جينا شفناه براكتيكالي بنتكلم على حاجة زي كده بنسميها يعني بنسميها الديكاي بروسيسز، واللي حقيقه بتتمثل باكسبوننشال ديكاي، عشان احنا بنتكلم على ان الوحده بتاعه الديكاي او الوحده بتاعه الانخفاض في الرقم بتاع عدد السرفايفرز بيبقى كونستانت في كل وقت معين. فبالتالي بيبقى عندنا في الاخر شكل الكيرف بيبقى شكلنا اكسبوننشال بالشكل ده كده. لو جينا رسمناها على لوت بلوت، يعني هنا في المكان هنا بيبقى يعني بيسكلي بنتكلم على ده البوبوليشن حقيقيه، لو جينا رسمناها على لوت بلوت هنلاقي ان هو مرسوم بيطلع بشكل ستريت لاين بالشكل ده كده. فهو ستريت لاين في سيمي لوت بلوت، يعني هو هنا تايم لينير والنمبر اوف سرفايفنج سيلز محطوطه بشكل لوجاريتميك، فيطلع لنا ستريت لاين بالشكل ده كده. لو رسمناها على لينير ولينير بيطلع لنا شكله اكسبوننشال بالشكل ده. طبعا النسبه بتاعه الميكروبات اللي فاضله بتعتمد على حاجات كتيره، منها النمبر اوف مايكروبس اللي احنا ابتدينا بيها، يعني لو ابتدينا من مليون غير لما ابتدي من 10 مليون، اكيد طبعا لما استنى وقت معين هتلاقي ان لما يكون في مليون هيبقى احسن من لما يكون في 10 مليون، يعني اللي فاضل من مليون هيبقى اقل. يعني كل ما النمبر اوف مايكروبس اللي ابتديت بيها كان اقل، كل ما كان فرصه ان انا اعمل ديس انفكشن او اعمل ستيريلايزيشن يبقى اعلى. بتكلم على الانفيرومنتال انفلونسز، يعني تمبرتشر برضو بتفرق جدا في الرياكشنز اللي بتحصل. يعني كل ما كان التمبرتشر مثلا اعلى كل ما كان في فرصه ان يحصل ان الميكروبيال داث يبقى اعلى. التايم اوف اكسبوجر طبعا كل ما زاد زي ما احنا شايفين كده، يعني بوضوح جدا كل ما يعني كان في فرصه اكبر لان احنا نخلي النمبر اوف مايكروبس الموجوده تبقى اقل. وطبعا كل مايكروب بيبقى له كاركترستكس معينه، يعني مش اي ايجنت يشتغل مع اي مايكروب. يعني بمعنى في بعض الحاجات مثلا بتبقى ممكن يعني بعض انواع الميكروبات بتبقى هيت ريزيستنت، يعني محتاجه درجه حراره عاليه جدا لوقت طويل جدا عشان تموت. في بعض الانواع الثانيه لا، ممكن تموت في درجه حراره قليله. فهي كل واحد من المايكروبس او لما بنيجي نتارجت مايكروب معين لازم ان احنا نبص على الكاركترستكس بتاعته ونتعامل معاها بحيث ان احنا نقدر نادرس كل الكاركترستكس دي في طريقه الديس انفكشن. اول طريقه في ان احنا نعمل ستيريلايزيشن هي الهيت. الهيت بنتكلم ان هو بيشتغل اساسا ان هو بيعمل بروتين دينيتوريشن. دينيتوريشن معناه ان انا بغير طبيعه البروتينات. البروتينات الحقيقه بيبقى لها 3 دايمنشنال شيب، وانس ان انا غيرت 3 دايمنشنال شيب دوت بيبقى بيسكلي ال 3 دايمنشنال شيب ده هو ده الكي اللي الميكروب بيدخل بيه على السل. السل بيبقى فيه اماكن معينه هو بيجي يعمل داكينج فيها، يعني بيقدر يدخل من خلالها، معتمده على شكل ال 3 دايمنشنال ستراكشر بتاعه. لو اتغير ال 3 دايمنشنال ستراكشر ما بيقدرش يعمل حاجه، ما بيقدرش ان هو ياتاك الخليه، وبالتالي طبعا بيبقى فيه حاجات كتيره جدا بقت يعني هتبقى افضل يعني. وبعد كده بنتكلم على وانس ان احنا غيرنا البروتينات، بعض الاحيان لما بنغير البروتينات لو هو البروتين اللي بنتكلم عليه ده هو ده بتاع المايكرو اورجانيزم نفسه، بعض الاحيان ما يقدرش يسرفايف. يعني معنى كده ممكن نقتل المايكرو اورجانيزم لو اتغير 3 دايمنشنال بروتين ستراكشر بتاعه. في عندنا ديفينيشنز مهمه لازم نكون عارفينها بالنسبه للتعامل مع الميكروبات باستعمال الحراره. في عندنا حاجه اسمها ثيرمال ديث بوينت، دي اللوست تمبرتشر ات ويتش اول مايكرو اورجانيزمز يعني بيسكلي بيبقوا كيلد ان 10 مينتس. يعني الحراره دي لو وصلنا لها كل المايكرو اورجانيزمز ان بارتيكل ليكويد سسبنشن هي خلاص هي يعني خلال 10 دقائق يكونوا تاكدنا تماما ان هم كلهم ماتوا. في عندنا حاجه اسمها ثيرمال ديث تايم، minimal length of time for all bacteria in a particular liquid culture to be killed at a given temperature. طبعا احنا بنتكلم هنا على اقل درجه حراره 10 دقائق.
كويس. لو احنا علينا درجة الحرارة هتلاقي ان الوقت اللي ممكن يحصل فيه كيلينج هيبقى اقل من كده. فاحنا بنتكلم على الثيرمال ديث تايم ده، بنحطه بقى لكل درجة حرارة، بنقول ان درجة الحرارة دي محتاجة وقت كذا، بحيث ان احنا نختار درجة الحرارة اللي مناسبة بالنسبة للوقت اللي احنا مسموح عندنا عشان نعمل فيه ديس انفكشن. في حاجة اسمها ديسيمال ريدكشن تايم اور دي فاليو، يعني بيسك ذات تايم ان ويتش 90% of a population of bacteria at a given temperature will be killed. يعني مثلا في الاكزامبل اللي احنا شفناه من شويه، كان في دقيقه كان بيتم يعني القضاء على 90% ويفضل 10%، فده يعتبر بالنسبه لنا الديسيمال ريدكشن تايم او الدي فاليو بتاعت الهيت ماث. الحقيقه في حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا قبل ما نتكلم على استخدامات الهيتنج في الديسانفكشن والستريلايزيشن. يعني اول حاجه الهيتنج ما هوش اوكي كده ان احنا نستعمله وخلاص، ان هو بيعمل دامج لبعض انواع الميديكال ديفايسز. يعني على سبيل المثال الالترا ساوند ترانسديوسرز لو تم معالجتها بستيرلايزر، لو حد حطها في 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 في, في ستيرلايزر في درجه حراره عاليه، الالترا ساوند ترانسديوسر ده بيبقى دامج فور ايفر، ما بيتصلحش. اوكي، البيزو الكتريك ماتيريال نفسها بيحصل انها بتتغير الكاركترستكس بتاعتها وخلاص وبيبوظ. بنتكلم برضو على ان ريبيتد هيتنج ممكن يعمل دامج لبعض انواع الماتيريال زي الرابر وزي الليتكس. يعني بمعنى ان احنا في بعض الانواع ممكن انك انت تعمل لها ستيريلايزيشن، بس لما تعمل ستيريلايزيشن كتير بدرجه حراره عاليه الكاركترستكس بتاعت الماتيريال نفسها ممكن ان هي ما تبقاش زي ما هي، ما تفضلش زي ما هي، يعني ممكن بعد شويه ديتيريوريت. فدي برضو حاجه لازم ناخدها في اعتبار. حاجه اخيره هي الايكونوميك كونسيدريشنز. لما بتكلم على الهيتنج بتكلم مثلا عن عندي ستيريلايزر بيشتغل بالهيتنج، في بعض الاحيان طبعا عشان نشغل هيتر في درجه حراره عاليه وساعات بيبقى فيه ستيم وطبعا الجهاز نفسه غالي وحاجات زي كده، حاجات كتيره بالشكل ده. Sometimes it's less expensive ان احنا نستعمل حاجات الديسبوزابل اللي هي البري ستيريلايز ديسبوزابل بلاستيك وير than to repeatedly wash and ري ستيريلايز جلاس وير. يعني لو عندنا مثلا يعني طبعا كلنا بنشوف طبعا الانجكشنز اللي هي سيرنجز، كان زمان الناس بتستعمل سيرنجز مصنوعه من الزجاج وتعمل لها كل مره ستيريلايزيشن. فطبعا لو احنا بنتكلم على دلوقتي حاله دلوقتي الاستعمالات بتاعت السيرنجز دلوقتي، عمر ما حد بيستعمل سيرنج مصنوعه من الجلاس خلاص اني مور بقى، خلاص الناس كلها بتجيب اللي هي بلاستيك سيرنجز وتستعملها وترميها خلاص، يعني تبقى ديسبوزابل. فبعض الاحيان بيكون اكشوالي مش بس ان هي يعني ايكونوميكلي يعني ساوند او ايكونوميكلي احسن، لا ده هي ممكن تكون سيفر كمان عشان ما نضمنش ان بعض الحاجات مثلا زي الانجكشنز مثلا زي السيرنجز مثلا انها يكون تم معالجتها بطريقه سليمه بحيث ان هي تستعمل على بيشنت تاني. فالافضل في بعض الاحيان من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه برضو يعني عشان نضمن 100% ان ما يبقاش في اي مشكله بالنسبه للسيريلايزيشن ان احنا نستعمل ديسبوزابل بلاستيك وير يعني تكون بري ستيريلايز. انواع الفيزيكال ميثود الحقيقه يعني اهم نوع الحقيقه هو المويست هيت اللي هو الهيت اللي فيه رطوبه يعني فيه بخار. فاول نوع وابسط نوع اللي احنا كلنا نعرفه اللي هو البويلنج، يعني كلنا نعرف طبعا البيبي بوتلز اللي هي الزجاجات بتاعه اللبن بتاعه الاطفال اللي هي بنحتاج كل شويه نغليها علشان نعمل لها ستيريلايزيشن عشان نطهرها او نعقمها. ده الحقيقه يعني دي ممتازه جدا وبتقتل الفيجيتيف سيلز والفيروسز within 10 minutes، يعني بمعنى ان احنا بنتاكد ان الحاجه بتغلي لمده 10 minutes، فيعني علشان نتاكد ان كل الحاجات اللي هي اي جراثيم عليها ولا حاجه تكون خلاص كلها تم القضاء عليها. المشكله بتاعت البويلنج ان هو ما هواش دايما ريلايبل، في بعض انواع البكتيريا بتريزيست بويلنج فور مور ذان 20 اورز، يعني ممكن تفضل رغم يعني لو قعدت غليتها 20 ساعه ممكن بعد كده تسرفايف برضه. فالحقيقه ما هياش ريلايبل لكل انواع البكتيريا اللي ممكن تكون موجوده. فبنستعمل بقى اوتوكليف. اوتوكليف طبعا هو الحاجه اللي هي نعتبرها الموست افكتيف ودي الستاندرد عموما بتاع الستيريلايزيشن. هي بيسكلي بنستعمل فيه ستيم اندر بريشر. فبيبقى في عندنا فاسل بالشكل ده كده بنحط فيها المواد اللي احنا عايزين نعقمها وندخل هنا ستيم ببريشر عالي الحقيقه، والستيم ده بيريبليس الاير اللي موجود ويبتدي يبقى موجود في يعني ان كونتاكت مع جميع الاسطح اللي موجوده في الحاجه اللي انا عايز اعملها ستيريلايزيشن. المفروض ان احنا لو خليناها لفترات معينه، يعني مثلا يعني احنا طبعا بنتكلم على يعني عشان نخلي البريشر يبقى عالي، بتلاقي طبعا البريشر والتمبرتشر الاثنين مرتبطين ببعض، انتوا عارفين القانون الغازات القانون العام بتاع الغازات اللي هو بي في بتساوي ان ار تي، يعني في علاقه بين البريشر وبين التمبرتشر، ما هياش كل واحده فيهم اندبندنت.
فبيسيك لو احنا بنتكلم على البريشر بتاعنا بالبي اس اي مثلا 5 بي اس اي، بنتكلم على التمبرشر بتبقى 110. لو زيرو ده بنتكلم على ريلاتيف للاتموسفيريك بريشر، يعني ده الاتموسفيريك بريشر. لما بنعلى بالبريشر زي ما انتم شايفين كده، بنعلى بالتمبرشر لغايه ما نوصل لغايه 135 درجه، ده بتبقى عند 30 بي اس اي. فبنتكلم على الحاله دي الحقيقه، بنتكلم ان احنا يعني درجه الحراره العاليه دي ممكن تحتاج وقت اقل بكتير طبعا من الحاله اللي فيها 100 درجه بس او 110 درجه بس. وزي ما احنا شفنا ال 100 درجه اللي احنا كنا بنعملها في البويلنج ما هياش كافيه، فاحنا لازم نعلى درجه الحراره تبقى اعلى شويه. يعني على سبيل الامثله، من سبيل المثال لحاجه زي كده، بيسكلي 100 درجه لمده من ثواني لدقائق ممكن تقتل الفيجيتيف بكتيريا، ويعني حاجات كتير الحقيقه ممكن ان هي تقتلها. يعني الحقيقه يعني السبورز عامه هي بنتكلم على يعني النوع اللي هو يعني ما بيبقاش لسه اكتف من البكتيريا، ده الحقيقه بيبقى ريزيستنت اكتر شويه. فبنتكلم ان هو محتاج درجه حراره على الاقل 105 5 دقائق. في انواع بقى تانية بتبقى الريزيستنس بتاعتها اعلى، وفي انواع الريزيستنس بتاعتها اعلى واعلى. اعلى حاجه خالص بتبقى محتاجه 134 درجه up to 6 hours. طبعا حسب نوع البكتيريا اللي هي موجوده في المكان، وحسب نوع مثلا ممكن يبقى المريض مثلا معروف ان هو البكتيريا اللي موجوده عنده نوعها كذا، او المرض او يعني ممكن يبقى فيه مثلا حصل ديتكشن لانفكشن من نوع معين موجود مثلا في المكان، بيتم تحديد الاوقات والدرجات الحراره المناسبه علشان يتم تعقيم الادوات والماتيريالز والحاجات دي كلها بشكل يكون كافي. النوع الثاني من الحراره هو الدراي هيت. دراي هيت معناها ان احنا بنتكلم على ان بنستعمل حاجه مجرد بس ان هي بتسخن وخلاص، يعني ما بيبقاش فيها اي مويشر خالص. الحقيقه الفكره فيها او الايفكت بتاعها بيجي عن طريق الاوكسيديشن ايفكت. الاوكسيديشن ايفكت معناها لو احنا مثلا فكرنا في بعض الاحيان مثلا بنحط في الفرن، مثلا الفرن ممكن يكون كهرباء ما هواش فرن مثلا يعني فيه نار ولا حاجه، لو حطينا اي ورقه داخل الفرن درجه الحراره عاليه بتخلي الورقه دي تبتدي يبقى لونها اسود بعد شويه، ده بيبقى يعني حصل نتيجه الاوكسيديشن. نفس الكلام ده بيحصل بالنسبه للجزيئات بتاعه الجراثيم اللي موجوده في الحاجه اللي احنا بنعملها ستيريلايزيشن. فدي الحقيقه يعني الايفكت الاساسي بيبقى نتيجه الاوكسيديشن. دي بتستعمل في الانسينريشن، يعني بيبقى في عندنا في المستشفى انسينريتور بالشكل ده كده بنستعمله عشان نعمل ستيريلايزيشن وديسبوزل اوف كونتامينيتد ماتيريال موجود عندنا في المستشفى. يعني دي الحاجه بندخل فيها الماده دي بيتم حرقها، اوكي، درجه حراره عاليه وكلها جافه، يعني بيسكلي بتبقى ستيرلايز الاول، وبعد كده في الاخر بيتم ان هي حرقها تحرق تماما علشان بعد كده لما تترمي بعد كده في الجاربج او وات ايفر تبقى ما فيهاش مشكله، يبقى البايو هازارد اللي فيها بقى مش موجود. النوع الثاني الحقيقه اللي هو بيستعمل يعني بيستعمل دراي هيت هو الهوت اير ستيرلايزيشن اوفنز. بيبقى عندنا اوفن بالشكل ده كده بيبقى فيه مثلا درجه حراره ممكن توصل فيه حوالي 170 درجه، وممكن نخلي الماتيريال فيه حوالي ساعتين، وده غالبا الحاجات دي بتستعمل مثلا عند اطباء الاسنان، عند الناس اللي هم يعني في بعض الاحيان طبعا حسب المكان نفسه بيعمل ايه، يعني الحاجات اللي زي اطباء الاسنان ممكن تبقى اكتر حاجه تبقى ريليفنت، بتحط فيها التولز بعد كل بيشنت ما بيخلص، بيحط التولز اللي استعملت عليه بحيث انها تعقم وتستعمل بعد كده على بيشنت تاني. فبيسكلي بنتكلم على ان بالنسبه للدراي هيت زي ما احنا شايفين كده درجه الحراره اللي احنا بنوصل لها اعلى بكتير من اللي احنا كنا بنوصل لها في المويست هيت اللي هو كان فيه رطوبه. وده الحقيقه الفكره بتاعته ان انتقال الحراره للجراثيم اللي هي على الاسطح بتاعه الحاجات اللي احنا بنعملها ستيريلايزيشن بيبقى ابسط بكتير لما يكون في بخار. لما يكون في بخار بيساعد على تخلل الحراره في داخل الادوات اللي احنا بنعملها تعقيم، بعكس الهواء. لما يكون في هواء سخن بيبقى برضو انتقال الهواء انتقال الحراره منه للادوات بيبقى يعني الافشنس بتاعته بتبقى اقل شويه، فبالتالي بنحتاج درجه حراره اعلى وبنحتاج وقت اطول علشان نقدر نعمل نفس الاستريلايزيشن اللي احنا بنعمله في وقت اقل وعند درجه حراره اقل في المويست هيت. في عندنا نوع برضو يعتبر فيزيكال ميثود للاستريلايزيشن هي الفلتريشن. فلتريشن هي زي ما بنتكلم على فلتر الميه مثلا، نحط مثلا فلتر على الميه بنحاول ان احنا لو في اي شوائب في الميه يتم يعني تخلص منها وترشيحها بحيث الميه تنزل تبقى سليمه ما فيهاش
ما فيهاش اي شوائب. فبنتكلم على ان احنا بنعمل فلتريشن ده على ليكويدز اور جاسز، وبيبقى في عندنا فلتر وفي مسام الحقيقه تبقى سمول انف علشان تريتين المايكروبس، يعني ما تعديش المايكروبس. فبنتكلم على دلوقتي بقى في ميمبرينز مصنوعه من السيلولوز الحقيقه، وبقت بيسكلي يعني يعني نقدر ان احنا الحقيقه نعمل بيها فلتريشن للبكتيريا والفيروسز بشكل فيري افكتيف. ودي الحقيقه بنتكلم على التطبيق الاساسي بتاعها هو في استعمال الهيبا فلترز داخل المستشفيات. يعني بنتكلم على الهيبا فلتر هي الهاي افشنسي بارتيكوليت اير فلترز. فبنتكلم على الهيبا فلترز دي بتستعمل مثلا في التهويه اللي موجوده مثلا في غرف العمليات، او بتبقى ساعات موجوده في الهيت اند مويستشر اكسشينجرز اللي موجوده في بتحط مثلا على الماسك بتاع البيشنت مثلا اللي هو محطوط على فنتليتور بحيث ان هو يفلتر الهواء اللي داخل. الحقيقه النوع ده من الفلترز تقدر ان هي تشيل كل المايكرو اورجانيزمز that are larger than 0.3 micron, which is يعني يعتبر طبعا حاجه كويسه جدا طبعا، ان احنا يعني بنشيل كميه كبيره وبنشيل يعني معظم الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها خطوره على المريض ويستنشقها يبقى عنده فيها مشكله. ممكن نستعمل برضو نفس طريقه الفلتريشن في ان احنا نعمل ستيريلايزيشن للحاجات اللي زي الفلويدز. يعني بمعنى ممكن ان احنا يعني احنا بنتكلم مثلا على الحاجات الهيت سنسيتيف مثلا زي مثلا الحاجات اللي زي الانزيمز او زي الفاكسينز او زي الانتي بايوتيك سوليوشنز، لما نعرضها لدرجه حراره عاليه الحقيقه بيبقى فيها مشكله ان ممكن تتغير طبيعتها. فالحقيقه بنستعمل اباراتس زي كده، بيبقى في عندي ميمبرين فلتر هو ده بنحط من خلاله الماده اللي احنا عايزين نعقمها. يعني مثلا لو احنا عايزين نعمل انجكشن للانتي بايوتيك سوليوشن بنعمل له فلتريشن عن طريق الفلتر اللي زي كده بحيث انه ينزل تحت هنا بيبقى ما فيهوش اي جراثيم خالص. وعشان طبعا يبقى في عمليه الفلتريشن دي تبقى افيشنت بيبقى في عاده هنا يعني اوتلت كده بيبقى فيه فاكيوم، يعني بيبقى فيه هنا شفط كده عن طريق فاكيوم بحيث ان هو يساعد الفلويد ده ان هو يعدي من خلال الفلتر. وطبعا حسب البورز بتاعت الفلتر حسب فتحات الفلتر يعني بيسمح لحاجات وحاجات تانية ما بتعديش، يعني الميكروبات ما بتعديش والفلويد نفسه يقدر يعدي. في انواع تانية من الفيزيكال ميثودز، منها برضو حاجات احنا بنستعملها ديلي مثلا زي اللو تمبرتشر. يعني احنا متعودين مثلا لو احنا عاوزين الاكل ما يفسدش مثلا نحطه جوه الريفريجريتور، نحطه في الثلاجه. فبيسكلي في الثلاجه بنتكلم على درجه حراره من 0 ل 7 درجات. معظم المايكرو اورجانيزمز ما بيحصل لهاش ريبرودكشن في درجه الحراره العاديه بتاعت الثلاجه دي، فبالتالي ما بيحصلش النمو للبكتيريا او نمو للجراثيم وتعمل مشكله. فاحنا بيسكلي نفس الكلام برضو بنتكلم على يعني لو بنتكلم على يعني حاجه عايزين نخليها زي ما هي نحتفظ بيها زي ما هي ما حصلش فيها جروث للميكروبات الريفريجريتور ممكن يبقى مناسب جدا. بس لازم ناخد في اعتبارنا ان اللي بيحصل ده مجرد بس بنخليها في حاله ثابته، بمعنى ان معظم الميكروبات الحقيقه بيسرفايف لدرجات حراره اقل من الزيرو. فبيسكلي هي نفسها الميكروبات اللي موجوده بتفضل ما بيحصلهاش يعني ما بيحصل ما بتبقاش ما بتموتش مثلا درجه حراره منخفضه، ولكن ما بتتكاثرش برضو، فبالتالي ممكن تبقى فيها ميزه في بعض الاحيان. الراديشن حقيقه برضو واحد من الحاجات اللي تستعمل، والراديشن ده هنلاقي بعض الاحيان في عندنا بعض اجهزه الراديشن ستيرلايزرز. الحقيقه دي بتستعمل مثلا في يعني ممكن تستعمل ايونايزنج راديشن زي الجاما ريز زي الاكس ريز زي الهاي انرجي الكترون بيمز. الحقيقه دي كلها بيبقى لا هاي ديجري اوف بنتريشن، يعني تقدر توصل لاي مكان في الديفايس اللي انا بحاول اعملها تعقيم. والحقيقه بتشتغل انها بتعمل ايونايزيشن للميه وبتعمل بيسكلي يعني بتسبب هنا زي ما احنا شفنا في الجزء بتاع الراديشن يعني راديشن افكتس بتسبب ان هي بتدخل على الدي ان اي اللي هو خاص بالميكروبس وتعمل فيه تكسير بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. وبالتالي بنتكلم ان هي ممكن ان هي تعمل يعني افكت مثلا تسبب ان الميكروب ده يا اما يموت يا اما يعني يحصل له يعني بشكل ما يتكاثرش زياده عن اللي موجود. فبيسك نفس الكلام بالنسبه للالترا فايلوت، الحقيقه بيعمل افكتس بنفس الشكل كده. ده برضو بيعمل لنا برضو يعني تفاعلات مع يعني بيعمل تغيرات في الدي ان اي بحيث ان هو يبتدي يحصل يعني بعض الحاجات اللي هي بنسميها ثايمين دايمرز. بيسكلي بيحصل فيها ان يعني بدل ما يبقى في عندنا البوندنج هنا بتوين الدبل هيليكس يعني من هنا لهنا، لا ده ممكن يحصل بوندنج بتوين نفس الستراند هي
وبالتالي بيخلي دي ان ايه كله يبقى دامج، ما ينفعش ان هو يتكرر. برضه خلي بالنا الالترا فايولوت بيستعمل فعلا في حاجه زي كده، بس بناخد الالترا فايولوت الابعد شويه من اللي بيستعمل في سان لايت او اللي هو موجود في السان لايت واللي بيستعمل في التانج، يعني بيبقى فرينج ابعد شويه. المايكرويف الحقيقه برضو يعني بعض الاحيان بيستعمل، بس المايكرويف الحقيقه الفكره بتاعته هو ملوش افكت زي الالترا فايولوت او الايونايزنج راديشن يعني من ناحيه الدي ان ايه افكتس، بس الحقيقه بيتميز ان هو بيسخن الحاجه اللي احنا بنعمل لها ستيريلايزيشن، فهو هنا بيقتل الميكروبس عن طريق الحراره. النوع الثاني من انواع الستيريلايزيشن حقيقه بيتعمل عن طريق الكيميكال ميثودز. الكيميكال ميثودز بيسيكلي بنتكلم على ان احنا ممكن نستعمل في على الليفنج تيشوز اللي هي كنا بنتكلم على الانتي سيبتكس، او انانيميت اوبجكتس اللي هي بنتكلم عليها ديسانفكتنتس. فبيسيكلي الميكانيزم بتاع الكيميكال ميثود دي الحقيقه بينفولف ديسربشن اوف ممبرينز او بروتين دينيتشريشن او انهبيشن اوف سيلولار فانكشنز، يعني ممكن يبقى حسب نوع الماده الكيميائيه ممكن تعمل اي واحده من الثلاث حاجات دول. فطبعا اي واحده من دول بتعطل الفانكشنز بتاعت الميكروب، وبالتالي ممكن هي تقضي عليه او ان هي تمنعه ان هو يتكاثر. فطبعا مهم جدا ان احنا نركز جدا على الموضوع بتاع الكونسنتريشن بتاع الديسانفكتنت، لان الحقيقه مواش يعني بعض الاحيان ممكن يبقى الطبيعه بتاعت الاكشن اللي بيحصل بتبقى محتاجه ان يكون في ووتر. يعني مثلا على سبيل المثال لو خدنا مثلا مثال ايثانول، ايثانول لو هو 100% الجي دي معناها بيحصل جروث عند اكسبوجر تايم 10 و20 و30 و40 وهكذا. لو حطينا شويه ميه لو خلينا بس الكونسنتريشن بتاع 95% يبتدي يبقى فيه نو جروث. يعني معنى كده لما بتكلم على concentration 100% ايثانول ده المفروض واحده من الكحوليات اللي هي المفروض ان هي مطهره، فلما بحطها بيور بيبقى اكشوالي ما بتبقاش فيري افكتيف. لما بحطها 95% 90% 80% 70% لغايه 60% بيبقى افكتيف، بيبقى بيحصل نو جروث للايه للميكروبس في الـ في الـ في الـ او بيحصل يعني عموما يعني الاكشن بتاعها بيبقى فعلا شغال في الكونسنتريشنز دي. فبنتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا لما بناخد ديسانفكتنت معين او نوع معين من انواع الكيميكلز نعرف الخصائص بتاعته علشان نقدر نستعمله بشكل سليم. الحقيقه برضو الانواع الكيميكال ميثود دي بتبقى ممكن تبقى افكتد بالبريزنس بتاع الاورجانيك ماتر، وبتبقى برضو بتتاثر بالديجري اوف كونتاكت مع المايكرو اورجانيزمز والتمبرتشر. يعني اي واحده من الثلاث حاجات دول تتغير، يعني بيسك لو في ماده مثلا عضويه معينه موجوده مثلا او في مثلا تمبرشر اعلى شويه اقل شويه بتلاقي الاكشن بتاع الكيميكال ميثود دي ممكن يتغير. فلازم ناخدها برضو في اعتبار، لازم نعرف الخصائص بتاعه الماده اللي بنستعملها علشان نطهر بيها ونتعامل معاها بالشكل السليم. عموما ممكن نلخص الانواع اللي احنا ممكن نستعملها في التطهير للانواع اللي هي يعني ممكن نسميهم فاميليز. يعني في الكحولز في انواع كثيره منها مثلا الايثانول مثلا، يعني في انواع كثيره منها، في الايودين، في الفورمالدهايد، في حاجه اسمها الكوارترنري امونيوم كومباوندز، في البيراسيدز والبيروكسايد، في الفينولز. كل واحده من دول بيبقى لها طبيعه معينه، لها ادفانتجز معينه، لها ديس ادفانتجز معينه، ولها فيلد اوف فيوز. الالكوهولز هي الموست كومنلي يوز في الهاند ديس انفكشن، لما بنستعملها مثلا زي مثلا ديتول زي الحاجات اللي زي كده بنستعملها بيسكلي بيبقى في عندنا يعني في حاجات الجل مثلا بيستعمل في الهاند ديس انفكشن دي بتبقى غالبيتها بتبقى مبنيه على الالكوهولز. الميزه بتاعتها ان هي فاست اكتنج، ما بتسيبش اي رواسب، ما بتسيبش اي حاجه بواقي بعد الاستعمال، والتوكسيسيتي بتاعتها قليله يعني ما بتسببش اي يعني سميه. والحقيقه ممكن تبقى الرائحه بتاعتها برضو بتبقى الى حد ما بتبقى مقبوله وتبقى لطيفه. يعني العيب بتاعها ان هي في بعض انواع السبورز، بعض انواع اللي هي الميكروبات الكامنه ما بتقدرش تقضي عليها، وطبعا المشكله الخطيره ان هي كومباستبل واكسبلوسيف، يعني بمعنى ان هي ممكن ان هي لو جت جنب النار ولا حاجه تبقى مشكله الحقيقه، يعني ممكن ان هي تنفجر او ممكن ان هي تتولع. برضو من الحاجات اللي هي عارفينها كلنا بتبقى اكسبنسيف، يعني اكيد لما بنشتري مثلا مطهر بيبقى يعني مصنوع من الكحول بيبقى يعني اغلى بكتير من لما اجيب مثلا حاجه مصنوعه من ماده تانية. يعني فالحقيقه دي بتستعمل في الهاند ديس انفكشن، بتستعمل سكين ديس انفكشن زي مثلا في الجروح او في الحاجات اللي زي كده، وبنستعملها على سمول سيرفيسز يعني في يعني احوال ضيقه جدا جدا. ممكن نقارنها مثلا بالايودين. الايودين ده عاده اللي بيستعمله في الجروح، اوكي، فده بيستعمل اساسا في السكين ديس انفكشن،
ويعني ممكن يستعمل في يعني حاجات ليها على السكين عموما. يعني هي الحقيقه يعني الميزه بتاعته ان هو فاست اكتنج، برضه بيشتغل بسرعه، بيقضي على الجراثيم بسرعه، وما بيعملش اريتيشن للميوكس ميمبرينز. المشكله اللي فيه الديس ادفانتج ان هو ممكن يعمل حساسيه، والحقيقه هو له لون، يعني الايودين طبعا كلنا عارفين بيبقى لونه احمر غامق كده، بيبقى مشكله طبعا لما بتحط على يتحط على الايد بيبقى ظاهر يعني، فما ينفعش مثلا ان انا استعمله عشان اغسل بيه ايديا مثلا، بيبقى مشكله يعني استعمل في الجروح معلش، انما ما يستعملش في الـ في الـ في الهاندس انفكشن العادي يعني. والحقيقه في ناس حاطه كويشن مارك كده على الايودين نتيجه ان هو بيستعمل في الثايرويد، الثايرويد دايما بتبقى سنسيتيف للايودين ليفلز، فدي برضو محدش عارف اذا كان له سايد افكت على الثايرويد ولا لا. في انواع تانية مثلا تستعمل في مثلا تنظيف مثلا السيرفيسز والغرف، لما بنيجي مثلا نمسح الغرفه مثلا في المستشفى يعني بنستعمل مثلا فورمال دهايد، يعني تبقى حاجه مبنيه على الفورمال دهايد. الفورمال دهايد الحقيقه بيبقى ميزته ان هو لو برود سبيكتروم اوف اكتيفيتي، يعني بيشتغل على انواع كتيره جدا من الجراثيم، وبايو ديجريدبل معناه ان هو ما فيهوش مشكله ان احنا نعمل له فلاشنج مثلا مع الـ مع الـ الـ الحاجات اللي هي الـ الـ الحاجات العاديه زي الميه العاديه. وبعدين يعني العيب بتاعه بقى ان هو اريتنت، يعني بمعنى ان هو ممكن ان هو ياثر على الناس، والرجينيك يعني ممكن ان الناس عندهم حساسيه ممكن ان هو يبقى برضو مشكله بالنسبه لهم. والحقيقه يعني المشكله الكبيره ان هو مودريتلي توكسيك، يعني المفروض ان هو يعني اي رواسب منه على الاسطح مثلا لازم تتشال عشان ما تعملش توكسيسيتي، ما حدش يتسمم منها. وفي برضه بعض الكويشن ماركس اذا كان كارسيرجينيك ولا لا، يعني هل بيسبب السرطان ولا لا. طبعا الحاجات دي يعني الفورمالدهايد ده ما بيستعملش على الانسان، يعني بيستعمل عاده على السيرفيسز انسترومنتس وديس انفكشن اوف رومز، يعني المفروض ان الاثر بتاعه يعني بننظف بيه وبعد كده بنعمل ديس انفكشن يعني بيه بمعنى صح، وبعد كده بيتشال ما بيبقاش موجود. فبالتالي بنتكلم على ان هو ما هواش يعني المفروض ان هو الانسان يتعرض ليه. فبالتالي الحاجات اللي هي الديس ادفانتجز ممكن ما تكونش مهمه قوي، بس لازم ناخد بالنا كويس قوي ان ما يبقاش فيه اي تريسز منه علشان ما تاذيش الانسان. في انواع اخرى بس الحقيقه الفوائد بتاعتها ما هواش زي الاول ثلاثه، اول ثلاثه هم اللي استعملهم الحقيقه ممكن يكون فيري وايد. وفي كل الاحوال هنلاقي ان يعني في عيوب موجوده عموما، ان ممكن بعض الانواع الثانيه دي ممكن تبقى فيها جابس اوف افكتيفنس، يعني معنى كده ممكن تبقى في بعض جراثيم تشتغل عليها وبعض الاخر ما بيشتغلش عليها، فيبقى في جابس. وممكن يبقى فيها ان اكتيفيشن باي سوب اند بروتين، يعني لو ضاف عليها صابون مثلا او مثلا وات ايفر يعني حاجه زي الصابون، ممكن هي يبقى بيسكلي اكنها مش موجوده، ما بتبقاش لها اي تاثير خالص. في بعض الحاجات ممكن تبقى يعني بيسكلي ما هياش بايو ديجريدبل، يعني في مشاكل في البايو ديجريدابيلتي. بايو ديجريدابيلتي حاجه مهمه جدا علشان ما نلوثش البيئه، يعني لو احنا عندنا حاجه بايو ديجريدبل يبقى معنى كده هي بتروح في الطبيعه، يعني لما بتنزل مثلا مع مياه الصرف مثلا بتبقى في الاخر بتتحول لمواد بتبقى مقبوله في الطبيعه، بتبقى حاجات مواد طبيعيه. انما لما تكون ما هياش بايو ديجريدبل معناها ان هي بتطلع او بتفضل منها مواد بتبقى يعني بيسكلي مواد ما هياش طبيعيه وما هياش بتتحلل بسهوله، وبالتالي بتلوث البيئه. فدي حقيقه بنحاول نبعد عن الحاجات اللي زي كده. في عندنا انواع تانية من كيميكال ستيريلايزيشن حقيقه، زي مثلا ايثايلين اوكسايد ستيريلايزرز. دي الحقيقه بتشتغل ايثايلين اوكسايد بالذات بيشتغل ان هو يعني اول حاجه هو بيستعمل ايثايلين اوكسايد، بيبقى شكله يعني الرمز بتاعه بيبقى الشكل ده، الرمز الكيميائي بتاعه بالشكل ده كده. بيشتغل ان هو بينهبت الفايتال سيلولار فانكشنز في الميكروب، وبالتالي بيقتل كل الميكروبات والاند سبورز يعني. بس المشكله الحاجه الوحيده اللي هي ما هياش كويسه فيه ان هو بيريكواير لينثي اكسبوجر بيريد اوف سيفرال اورز. طبعا يعني طبعا هي دي حاجه ممكن تكون صعبه، بس طبعا ممكن يبقى في ميزه الحقيقه فيها ان هو ما بيتطلبش درجه حراره عاليه، وبالتالي ده ممكن يبقى مناسب جدا للحاجات اللي احنا محتاجين نعملها ستيريلايزيشن من غير ما يكون فيها درجه حراره عاليه. يعني فدي ممكن تبقى حقيقه ممكن يعني تطبيق كويس. يعني هي من عيوب الايثايلين اوكسايد نفسه ان هو فيري هايلي توكسيك، يعني سام جدا جدا جدا، فطبعا لازم التعامل معاه يكون بحذر شديد جدا. بيبقى الحقيقه برضو بالبيور فورم بتاعه بيبقى اكسبلوسيف، ودي حاجه برضو خطيره جدا لو في اي سورس اوف هيت قريب منه ممكن هو ينفجر. وبالتالي في المعتاد لما بيجي يستعمل بيبقى ميكس ويز نون فلامبل جاز زي CO2
عشان يبقى بس يقلل من يعني اللي هي يعني قابليته للانفجار. فبيسكلي طبعا في الايثيلين اوكسايد بيحتاج طبعا ان احنا نستعمل كلوزد تشامبر فيري سيميلر لستيم اوتوكليفز عشان نقدر نحط فيها الايه، نقدر نحط فيها ال وات ايفر بقى احنا عايزين نعمل له ستيريلايزيشن. وممكن اكشوري بعض المستشفيات ممكن تعمل ايثيلين اوكسايد ستيريلايزر، ممكن تاخد الماتريسز اللي هي المراتب وكل الاثاث الموجود عندهم ممكن يبقى ستيريلايز بالايثيلين اوكسايد. فالحقيقه ممكن يبقى الحجم بتاع الاسترلايزرز من النوع ده ممكن يبقى هيوج الحقيقه. وبعد كده طبعا زي ما كنا بنتكلم الاسترلايزيشن الحقيقه بيتم ات امبيت تمبرتشرز، درجات الحراره اللي هي العاديه ما هياش فيها اي يعني درجات حراره عاليه، وبالتالي اي مواد او اي ميديكال ديفايسز بتبقى فيها مشكله بالنسبه لدرجات الحراره العاليه بتستعمل في الستيم استرلايزرز، بتبقى طبعا الايثيلين اوكسايد بالنسبه لها بيبقى مناسب جدا. الميزه الثانيه ان هي لها هاي بنتريشن. يعني ايه هاي بنتريشن؟ يعني لما بنتكلم على مثلا عندنا فرضا بعض الاجهزه الطبيه بيبقى فيها مثلا تيوبس او فيها مثلا حاجات ممكن يبقى صعب مثلا يبقى الستيم يوصل لها عشان يقدر يعمل معاها كونتاكت ويعمل لها ستيريلايزيشن. الايثيلين اوكسيد الحقيقه بيبنتريت اسهل بكتير، فالحقيقه دي ميزه الحقيقه فيه، ويعني بيخلي ان في ادفانتجز بالنسبه للنوع ده من الستيريلايزيشن. في نوع تاني ممكن نحطه مش لا فيزيكال ولا كيميكال، ممكن نسميه فيزيكو كيميكال ستيريلايزيشن. ده النوع ده بيبقى يعني النوع الاساسي فيه هو البلازما ستيريلايزيشن. بدايه البلازما هي عباره عن يعني حاله رابعه للماده. السوليدز بيبقى فيها عندنا الاتومز بتبقى اللايند مع بعض في حاجه زي لاتس كده، يعني تبقى يعني البونز اللي بينهم بتبقى قويه جدا الحقيقه، وعشان كده بتخلي السوليد بتبقى ليه كاركترستكس خاصه، يعني تبقى يعني فعلا صعب الكسر، ويبقى مثلا الماده نفسها يعني صعب ان احنا نفصل جزء منها عن الباقي وهكذا. الليكويد بيبقى فيه بونز بين المولكيولز وبعض وبين الاتومز وبعض، بس بيبقى البونز ما هياش بنفس قوه السوليدز، فممكن يعني يبقى لها قوام كده بس سهل قوي ان احنا نفصلها عن بعض، وسهل ان احنا يحصل فيها فلو، وصعب سهل ان هي تغير الشيب بتاعها. الحاجات دي كلها ممكن تحصل في الفلويد في الليكويد. الحاله الثالثه اللي هي الجاس، لا احنا عندنا بقى كل مولكيول في الجاس يعتبر اندبندنت، بيتحرك حركه يعني برونيان موشن ملوش اي علاقه بالباقي خالص، لان المسافات بين المولكيولز بعض ممكن تبقى كبيره جدا. حاله البلازما بقى هي عباره عن حاله شبه الجاسز، بس بعمل ايونايزيشن لكل المولكيولز الموجوده بحيث ان هي تبقى عباره عن ميكستشر من بوزيتيف ايونز بتشارجز مختلفه ونيجاتيف ايونز بتشارجز مختلفه والكترونز فري الكترونز. فبيسكلي هي عباره عن كولكشن اوف ايونز عموما، يعني الكترونز وايونز. بيحصل بنحصل على البلازما دي ان احنا بنحط انرجي على الجاس، يعني يبقى في عندنا جاس من نوع معين، يعني عاده بيستعمله بيسكلي H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، ولما بنعرض الهيدروجين بيروكسيد لالكترومغنيتيك فيلد بيبتدي يحصل لها ان هي تبقى اكسايتد وتوصل لحاله البلازما اللي احنا بنتكلم عليها هنا. فبيسكلي الانسترومنت بيسكلي هي اللي احنا عايزين نعمل لها ستيريلايزيشن، بنستعمل يعني بلازما ستيريلايزر بالشكل ده كده، بنحط فيه الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها ستيريلايزيشن، زي مثلا الحاجات ممكن دي تعمل ستيريلايزيشن لتيوبس، ممكن تعمل حقيقه بتبقى يعني التشارج دي بتبقى فيري اكتف وبتقدر توصل لكل الاماكن، فالحياه بتبقى فيري افكتيف. فيعني بيسكلي بنحط الغاز ونعمل له اكسايتيشن بالالكترومغنيتيك فيلد، يعني اكشلي سوري بيبقى فيها فاكيوم ونحط الكترومغنيتيك فيلد، ويبقى بيسكلي عندنا كيميكال زي الهيدروجين بيروكسيد. يعني بيسكلي الهيدروجين بيروكسيد لما بنعرضه للالكترومغنيتيك فيلد بيبتدي يكون بلازما اللي هي بتملى الفراغ اللي موجود ده وتعمل بيسكلي ستيريلايزيشن لكل المواد اللي موجوده هنا، عشان طبعا الانتراكشنز بتوين الايونز دي يعني بيسكلي هي بتدستروي يعني ذا موست ايفن ذا موست ريزيستنت مايكروبس نتيجه للانتراكشن بين الايونز دي وبين بين السيلز الموجوده، يعني بتعمل اكنها بعمل لها بومباردمنت كده بالايونز دي، وبالتالي بيتم تدميرها بالكامل الحقيقه. فالميزه بتاعته الحقيقه ان هو بيريكواير لو تمبرتشرز، مش محتاج درجه حراره عاليه، وبالتالي المواد برضو اللي هي بيبقى فيها مشكله او الاجهزه الطبيه اللي بيبقى فيها مشكله مع درجات الحراره العاليه البلازما ستيريلايزيشن ممكن يبقى مناسب بالنسبه لها. العيب الاساسي بتاع البلازما ستيريلايزيشن ان هي ريلاتيفلي اكسبنسيف، فدي طبعا ده العيب الاساسي بتاعها، بس هي يعني اتس ا فيري افكتيف واي اوف يعني ستيريلايزيشن. احنا بنسميها فيزيكو كيميكال لان احنا بنستعمل فيها كيميكال اللي هو الهيدروجين بيروكسيد،
والإفكت اللي بيحصل هو عامل زي الراديشن استريلايزيشن، هو يعتبر فيزيكال. فهو بيسكلي في اليمنتس من الاثنين، بستعمل فيها كيميكال وفي نفس الوقت الإفكت نفسه اللي هو قتل الميكروبات بيتم بطريقه يعني طريقه الراديشن استريلايزيشن، which is تعتبر فيزيكال، فعشان كده هي تعتبر هايبريد بين الاثنين.